وفي مسار اجباري معانا النجمه صابرين على التليفون. مساء الخير يا صابرين، ثابت التليفون وبيكلم. اهلا الف مبروك يا صابرين. الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله يبقى مبروك علينا كلنا. يا رب. احنا عارفين ان سايبناكي التصوير، لكن معانا دكتور باهر ديودار كمان معاكي في نفس التليفون. دكتور باهر ده جميل. اهلا يا صابرين، ازيك؟ اهلا اهلا يا دكتور، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ صابرين منورانا النهارده، ودكتور باهر طبعا معانا. بنستغل الفرصه ان احنا ايه عايزين نعرف اكتر. مسار اجباري تجربه جديده وفيها بطلين، وفيها صابرين ممثله القويه جدا جدا، وفيها بطلين حقيقه موهوبين جدا، وفيها دكتور باهر دويدار. شايفه التجربه ازاي واحنا عارفين نادين خان مخرجه كمان طبعا، ونادين خان طبعا طبعا. فحابين نعرف من صابرين طبعا، شايفه انت التجربه قلتي انها مختلفه عليكي جدا ومتحمسه لها قوي. انا متحمسه تحمسي للشباب بصراحه. يعني يمكن انا الدور بتاعي ما هوش دور جديد عليا، ما هوش دور هي بص هو النجم في الحوار، وانا قلت الكلام ده للدكتور باهر، النجم في الحوار في الموضوع ده كان يعني كنجم كبومينج يعني ان شاء الله باذن الله هو الموضوع. الموضوع عجبني يعني يعني كله على بعضه، يعني مش دوري انا حلو او دور حد حلو، لا هو الموضوع كله بازل، يعني كل حلقه بتجمعي معلومات، بتجمعي حاجات، فده الانترستنج في احنا متحمسين له اصلا جدا بصراحه. يعني صابرين انت نجمه كبيره، واكيد ان انت بتضيفي لاي عمل بتدخلي فيه حقيقي بصمه خاصه وقيمه حقيقيه. وسمعتك في مره لان انت نجمه كبيره قلتي جملة عجبتني، وكنا موجودين في مكان وقلتي على فكرة أنا صحيح ممكن أي نجم يضيف للمكان أو يضيف للعمل، لكن أنا كل عمل بيضيف لي حتة. طبعا عايزة أعرف مسار إجباري أضاف إيه لصابرين؟ وإحنا بنشتغل فيه أضاف لي إن لازم الدم الجديد يبقى طول الوقت معانا في شغلتنا، إنك إزاي تعرفي تتعاملي مع الشباب وإزاي يبقى فيه تعاون، وان ازاي نبقى كلنا عيله واحده بجد. فاضاف لي اني ممكن اتعلم من الصغيرين دول حاجات انا جديده بالنسبه لي، ما ما يعني بشوفها مع اولادي اوكي، بس برضو ولادي في السن ده في البيت حاجه ومع اصحابهم حاجه تانية. صحيح. فلما شفت مع اصحابهم دول اللي احنا بقينا احنا اصحاب الشباب اللي بيشتغل معاهم، فبنبقى كلنا في نغمات مختلفة، في مفردات مختلفة، في اتيتيود مختلف. صح. كل الحاجات دي انت تعلميها من الشباب دول، فاهمة قصدي؟ فحقيقي هم ضافوا لي وانا ضفت لهم شوية خبرة، يعني ده تواضع منك انت طبعا، واضفتي كتير من خبرتك يا صابرين، انه انت نجمة كبيرة. هي أول مرة تتعاوني مع دكتور باهر وهو معانا على التليفون، يعني لا دكتور باهر مش لا. أول مرة عملت قبل كده في كورونا، عملنا حلقات مع دكتور باهر في كورونا، كانت حاجه ليها كل خمس حلقات دي. متعب هو صح الحوار، يعني الحوار بتاعه متعب شويه؟ بالعكس ده سلس وجميل ممتع. بنكشك بس كده يعني. طيب دكتور باهر اموري يا فندم، لو دلوقتي اتكلمنا عن مسار اجباري ورؤيه حضرتك لمسلسل مسار اجباري ودعمك الواضح جدا للشباب فيه، كلمنا جات لك ازاي الفكره، ازاي اشتغلت عليها، لان ناس كتيره قوي وشباب كتير متحمس يتفرج. طيب انا وقفت الدكتور باهر ليه؟ عايزينك معانا. طب بنشكرك طبعا يا صابرين، تقعدي معانا شويه حلوين نستمتع بيكي وبحوارك. حبيبه قلبي طبعا، دكتور باهر بقى هو اللي هيتكلم بالنيابه عننا جميعا. ربنا يخليك يا فندم. ان شاء الله نتكلم بعد ما نخلص ونحتفل باذن الله دعواتكم لينا يا رب هنا بقى في الاستوديو يا صابرين. وعدينا داش وعصام لانهم يستاهلوا كل خير. يستاهلوا طبعا. بالتوفيق دايما يا صابرين، ومش قادرين نستنى بقى، عايزين نشوف المسلسلات. بالتوفيق، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله.